بعد أن روج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واستخدم بالفعل لفحص مسؤولي البيت الأبيض، أثبتت تجارب علمية فشل اختبار سريع لفيروس كورونا المستجد، وأعطت دراسة أجراها باحثون بجامعة نيويورك عن الاختبار نتائج سلبية خاطئة في نصف الحالات تقريباً. يبدو أن السلطات الإيرانية تستعد لموجة قمع جديدة في حال انطلقت احتجاجات شبيهة لتظاهرات نوفمبر الماضي التي عمت معظم محافظات البلاد احتجاجاً على رفع أسعار البنزين في حينه. فقد أكد قائد الوحدة الخاصة في قوات مكافحة الشغب الإيرانية حسن كرمي تلقي قواته دعماً استثنائياً ومعدات من قبل الحكومة لتجهيزها أكثر من أي وقت مضى لقمع تهديدات العدو، في إشارة إلى احتجاجات محتملة.